يلاحظ أنه بعد مستوى الطاقة الرئيسي الأول أن مستويات الطاقة الرئيسية ليس لها نفس الطاقة، لذلك في كل مستوى طاقة رئيسي يوجد مستويات طاقة ثانوية تختلف بالشكل والطاقة، إذن في عندنا مستويات طاقة ثانوية تختلف بالشكل والطاقة، فلو احنا مثلنا بالرسم وقلنا هذه نواة موجبة وهذا المجال يمثل مستوى الطاقة الرئيسي الأول، إذا أخذنا مستوى الطاقة الرئيسي الثاني نلاحظ أنه أكبر طاقة وأكثر سعة للإلكترونات، هذا مستوى الطاقة الرئيسي الثاني يوجد فيه مستويين ثانويين نرمز لهما بحروف S و P، إذن مستوى الطاقة الرئيسي الثاني هنا فيه مستويين ثانويين تعطى بشكل حروف S و B، الاس مستوى طاقته أقل البي أكثر وبالتالي سعة البي أكثر، وجد أن الاس يحتوي على أو سعته من الإلكترونات إلكترونين بينما البي سعته 6 إلكترونات، لو انتقلنا إلى مستوى الطاقة الثالث راح نلاحظ أنه أكثر طاقة أكبر طاقة وأكثر سعة، هذا راح يحتوي إلى 3 مستويات ثانوية S و B و D، أيضا هذه المستويات الثانوية S سعته 2 إلكترون والبي سعته 6 إلكترونات والدي وجد أنه يتسع إلى 10 إلكترونات، إذا جمعت نلاحظ أن سعة مستوى الطاقة الرئيسي الثالث N يساوي 3 سعته 18 إلكترون، وهذا لاحظنا في حساب السعة العظمى من الإلكترون في مستوى الطاقة الثالث وفق العلاقة N E يساوي 2 N أس 2 أنه يتسع إلى 18 إلكترون، لو انتقلنا إلى مستوى الطاقة الرابع N يساوي 4 راح يكون عندنا هناك 4 مستويات ثانوية الاس والبي والدي وهناك مستوى ثانوي آخر اللي يرمز له بالرمز F، فدائما في مستويات الطاقة الثانوية اللي هي تكون ضمن الرئيسية ما عدا الأول لا يوجد فيه أي مستوى ثانوي، هو فقط S يحتوي على مستوى الطاقة الثانوي S، إذا مستويات الطاقة الثانوية تعطى بالرموز S ثم B ثم D و F، طبعا تزداد الطاقة بالانتقال من S إلى B إلى D إلى F،
زيادة هنا اتجاه زيادة الطاقة. طبعا وبالتالي نستطيع أن نقول أن الاس سعته من الإلكترونات 2 إلكترون، بينما البي سعته من الإلكترونات 6 إلكترونات، والدي سعته من الإلكترونات 10 إلكترونات، والإف سعته من الإلكترونات 14 إلكترون. طبعا لو لاحظنا في هذا الشكل الذي أمامنا هنا كيف تتوزع المستويات الطاقة الثانوية ضمن الرئيسية، فهنا نبدأ من الأسفل وكلما اتجهنا للأعلى تزداد الطاقة. هذا المستوى الطاقة الأول هنا اللي هو يمثل N يساوي 1، مستوى الطاقة الرئيسي الأول يوجد فيه فرعي واحد فقط أو ثانوي واحد اللي هو 1S، نرمز له 1S، بينما لو انتقلنا إلى مستوى الطاقة الرئيسي الثاني N يساوي 2 نلاحظ أنه يوجد فيه 2S و2B، هذا 2S وهذا 2B. مستوى الطاقة الرئيسي الثالث N يساوي 3، يوجد فيه 3 ثانويات 3S و3B و3D. انتقلنا إلى مستوى الطاقة الرابع وهكذا، الرابع هنا N يساوي 4، فيه 4S و4B و4D و4F، لكن في هذا الشكل هناك يحصل تداخل في مستويات الطاقة. نلاحظ أن الأربعة إس أقل، هذا الأربعة إس هنا اللي معلم عليه أنا هو أقل من الثلاثة دي، لذلك أثناء التوزيع الإلكتروني راح نشوف أن الأربعة إس يمتلئ قبل الثلاثة دي. إذا ملأنا الأربعة إس بالإلكترونين نبدأ بعد ذلك نملأ الثلاثة دي بإلكتروناته العشرة، طبعا حسب نوع العنصر و العدد الذري له. بينما في الشكل الآخر هنا، في هذا الشكل نلاحظ أنه كيف يتم ترتيب مستويات الطاقة الثانوية ضمن مستويات الطاقة الرئيسية. طبعا هنا الأول، هنا الثاني والثالث الرابع الخامس السادس السابع، هذه كلها الرئيسية. إذا أخذنا مستوى الطاقة الرئيسي الأول نرمز للثاني والموجود داخله 1S، هنا 1S. إذا انتقلنا إلى مستوى الطاقة الرئيسي الثاني 2 راح يكون في ثانويين 2S و2B، 2S و2B. فأنا أمشي بالشكل التالي أثناء التوزيع، أقول 1S هذا في مستوى الطاقة الرئيسي الأول، ثم أنتقل مع السهم، أمشي مع السهم تماما بهذا الشكل، أمشي ناظر بهذا الشكل، يأتيني 2S، ثم مع السهم أمشي وأنزل مع السهم مرة ثانية يأتي 2B، وهكذا أطلع مرة ثانية مع السهم يأتيني 3S، ثم إن أنزل مع السهم أمشي مع السهم وأنزل بهذا الشكل يأتي 3B، 3B، ثم أمشي مع السهم أتابع ناظر ما إجاني 3D، يأتي 4S، ثم إذا تابعت 4S ونزلت مع السهم مرة ثانية هنا نزلت راح يأتي 3D، 3D إذا طلعت أيضا تابعت راح يأتي 4P، وهكذا أتابع 4B. الآن أنا هنا عند 4B أمشي بعد 4B ما يأتيني 4D،
يأتي الخمسة ناظر الخمسة S، يأتي الخمسة S. ثم إذا تابعت بعد الخمسة S وتابعت مع السهم ونزلت إلى الأسفل هنا ثم تابعت السهم يأتي أربعة D، أربعة D، هذا أربعة D. ثم أتابع المشي إلى أربعة إلى خمسة B، إلى خمسة B. خمسة B ثم أتابع تماما، ما يأتيني هنا خمسة D، يأتي ستة S، ستة S. وصلت عند ستة S، تابعت السهم ومشيت مع السهم، رجعت إلى الخلف مرة ثانية ومشيت بهذا الشكل. الآن إذا أجاني أربعة F، أربعة F، مشيت مع السهم مرة ثانية، الآن يأتيني الخمسة D، خمسة D. وصلت إلى خمسة D هنا وتابعت مع السهم، يأتيني ستة B، ستة B. وهكذا يأتي سبعة S، وهكذا أتابع أمشي مع السهم إلى أن أرجع مرة ثانية إلى خمسة F، خمسة F، وثم ستة D وسبعة B. هذا التوزيع الإلكتروني أو توزيع مستويات الطاقة الثانوية ضمن مستويات الطاقة الرئيسية. طبعا ممكن أنا أعبر عنها بصورة أخرى يعني للاستفادة وأرتبها بشكل يعني غير علمي، غير هذا التمثيل الموجود في هذا المخطط. ممكن أنا أضع الحروف أولا وبالتالي ألفظها بالشكل التالي: S S ثم بيس بيس ثم D B D بيس ثم D بيس وهكذا، ثم أبدأ بالترقيم. طبعا الاس هنا يبدأ من رقم واحد لأنه الاس موجود في مستوى الطاقة الرئيسي الأول، فأعطيه رقم أول اس أعطيها رقم واحد، الاس الأخرى أعطيها اثنين، الاس اللي بعدها أعطيها ثلاثة، الاس هذه أعطيها أربعة، الاس هذه خمسة، الاس هذه ستة. ثم أرجع أرقم البي وأبدأ من، لأنه البي يبدأ من مستوى الطاقة الرئيسي الثاني هنا، البي يبدأ من مستوى الطاقة الرئيسي الثاني، يبدأ البي، فلذلك أنطي رقم اثنين هنا. ثم البي الأخرى أعطيها رقم ثلاثة، البي بعدها أعطيها رقم أربعة، البي بعدها أعطيها رقم خمسة، وهكذا أبدأ أيضا بالدي. الدي يبدأ من رقم ثلاثة من مستوى الطاقة الرئيسي الثالث، أبدأ ترقيمه من ثلاثة دي هنا أربعة دي، وإذا تابعت راح أحصل على نفس هذه الصورة تماما. إذن ممكن أحفظها بالشكل التالي: إس إس بس بس دبس دبس، ممكن أكمل فدبس، وبالتالي أرقم أعطيها الأرقام، وبسهولة بسيطة جدا أستطيع أن أقوم بعملية التوزيع الإلكتروني.